شاء الله تبارك الله. خلاص دخلنا في العشر الأواخر، دخلنا في الكثافة العددية. السلام عليكم، مساكم الله بالخير وحياكم الله في تغطية وجولة جديدة من سطح الحرم، خارجين على الساحات الخارجية وعلى شارع إبراهيم الخليل على شوارع مكة باتجاه شارع أجيال. خلوكم معنا في هذه التغطية وإلى هنا. زحمة هنا ما شاء الله، ما شاء الله. هذه المصليات في سطح الحرم تقريبا اغلبها هذا الجزء مخصص للنساء، في الجهة المقابلة مخصص مصليات مخصصة للرجال. طيب خارجين على سلم الشبيكة باتجاه الساحات الغربية، ونخرج بعدها على شارع إبراهيم الخليل. نخرج الآن على الساحات الغربية من أمام سلم الشبيكة. وعلى اليمين الان الساحات الشماليه من الساحات الغربيه باتجاه الشبيكه. خلاص دخلنا الان في العشر الاواخر، ما شاء الله يا اجمل صوره راح تشوفها. طيب ما شاء الله، شوفوا خرجنا، هذه زحمه الناس الخارجين من الساحات الشمالية، الساحات الغربية ما شاء الله شوفوا زحمتهم كيف، أعداد كبيرة. نخرج على الشبيكة وعلى شارع إبراهيم الخليل. ما شاء الله الآن نخرج على الساحات الغربية أمام فندق دار التوحيد. الكثافة العددية خلاص من الساحات الغربية ناخذ يمين باتجاه جبل عمر باتجاه شارع إبراهيم الخليل. جبل عمر، أجنحة هيلتون، مطعم البيك في الدور الرابع، المطاعم المميزة في الدور الرابع. ونخرج على شارع إبراهيم الخليل. تقريبا صورناها قبل أسبوع ما كان في زحمة، لكن ما شاء الله تقريبا الآن نشوف أعداد كبيرة. طيب ما شاء الله، هذا شارع إبراهيم الخليل، شوفوا بزحمته بالكثافة العددية ما شاء الله تبارك الله. خلاص دخلنا في العشر الأواخر، دخلنا في الكثافة العددية. هذا شارع إبراهيم الخليل من أمام برج التوحيد وجبل عمر، وهذه ساحات الحرم. ما شاء الله شوفوا زحمتهم وين واصلين، ما شاء الله تبارك الله. هذا شارع إبراهيم الخليل اللي عرفناه في هذه الكثافة العددية. يلا مع هذه الأعداد نخرج إلى نهاية شارع إبراهيم الخليل، طريق المسيال، شارع الهجرة، نخرج على أجياد من الأنفاق.
شوفوا هذه في جلسات هنا بجلسة 200 ريال إطلالة على الحرم. هذه الجلسة من غير الطلبات. وهذا جبل عمر كونراد في مطعم الرومانسية، من المطاعم الجميلة في جبل عمر. طبعا باقي بنحصل كثافة عددية قدامنا في مخرج شارع المسيال، ويشكل كثافة عددية أعلى. شوفوا ما شاء الله، شوفوا الناس وين جالسين، مكان جميل. وهذا جبل عمر جميرة الشرقي، تقريبا خلاص فتحوه رقم 4 تقريبا فتحوه. شوف هذا المخرج إلى شارع المسيال، شارع الهجرة. ايش رأيكم نعود بالصورة للخلف نشوف فيها صور ما شاء الله جميلة للكثافة العددية اللي خارجة الآن من الحرم. طبعا ما شاء الله اسمع صوت الناس، لهم صوت جميل. هذا شارع الهجرة. هذول شبابنا اللي يوزعون التمر والقهوة، الله يجزاهم خير. هذه صورة بانورامية للناس اللي خارجة من الحرم ما شاء الله. وإلى نهاية شارع إبراهيم الخليل. طيب كل ما ابتعدنا من الحرم كل ما شفنا الكثافة العددية تخف. شارع إبراهيم الخليل من أجمل الشوارع وأزحمها ما شاء الله. هذا الشارع اللي أنا انبسط فيه. وناخذ صورة للخلف نشوف أعداد الناس الخارجة من الحرم، المحلات، الفنادق، المطاعم، كلها في خدمة ضيوف الرحمة. هذه رايحة على المولات والمحلات في أبراج الساعة. بشتري لي واحدة زي كذا. طيب من شارع إبراهيم الخليل راح نخرج على طريق المسيال، وبعدها نخرج على شارع الهجرة، وبعدها نخرج على شارع جهاد عبر الأنفاق. ما شاء الله، بس شوف حياة الشارع في مكة، أجواء جميلة، مبيعات الذهب، المطاعم، كل الناس. طبعا العصرية راح تشوف زحمة في هذا الشارع، الآن نشوفها بأعداد بسيطة ما شاء الله. شوف هذا شارع إبراهيم الخليل، وحنا في مسارنا في طريق المسيال، منطقة الهجلة. هلا حبيبي، اهلا وسهلا، الله يسعدك، كيف حالك؟ طيب الله يسلمك.
ما شاء الله. نخرج على شوف هذه أحد الأزقة الجميلة، تخرجنا على شارع الهجرة. كل شيء بريالين، اثنين ما شاء الله. مركز المروخي كل شيء بريالين. ندخل نشوف ما شاء الله، عندهم العصي، الساعات، الساعات بأشكال جميلة ما شاء الله. هنا تنقي الساعة اللي تبغى على ريالين، هذه تقريبا شوفوا زي كذا، تاخذها بريالين، الصبح على ريالين. ما شاء الله، هذه على ريالين، ريالين، هذه تعليق المنزل زينة على ريالين، الخواتم، هذه الصحون، شوف كيف جميلة، وهذه صحون صغيرة، ما شاء الله، أشكال جميلة ما شاء الله. هذه الأواني المنزلية، الله شوف هذه كيف شكلها، زينة تقريبا، هذه زينة بس على ريالين. الفناجين، فناجين القهوة بشعار الحرم الكعبة، طيب ونواصل في طريقنا في شارع المسيال ونخرج على شوف هذه كلها ملابس، هنا كل شيء بريالين سباح، ونفس المحل اللي دخلناه. نخرج الآن على شارع الهجرة، وهنا الفواكه، خلاص نخرج الآن على شارع الهجرة. هنا يبيعون الفواكه ما شاء الله، حتى حلويات العيد يبيعونها هنا، خلاص اقتربنا من العيد. التمور، وهنا السمبوسة، خلاص نخرج الآن على شارع الهجرة، وبعدها نخرج على ما شاء الله. شوفوا كيف جمال شارع الهجرة والكثافة العددية اللي فيه. راح نواصل فيه طريقنا على شارع الهجرة، ونخرج بعدها على الفنادق اللي في الدائري، سيف المجد، دائري المجد، ميعاد المجد، جوهرة المجد، ونخرج على الأنفاق باتجاه أجياد. شركة سرايا التاج، فندق رحاب التقوى، شوفوا ما شاء الله كل هذه فنادق جميلة وتخدم ضيوف الرحمن. فندق ماثر الجوار، وفندق لؤلؤة الدور ما شاء الله، حتى هذا فندق عمار أريج ما شاء الله، من الفنادق الجميلة. هذا باتجاه الدائري الثاني، وتواصل في بعيد، مسافة بعيدة شارع الهجرة، لكن اختصرناه في تغطية سريعة. أخرج الآن على سيف المجد، طبعا في نفق هنا يدخلك على برج الساعة، تحت برج الساعة مباشرة،
يختصر المسافة، لكن ما في أماكن جميلة تغطيها، علشان كذا نادرا ما نجي من هناك. شوف هذا اللي قدامي سيف المجد، فندق سيف المجد. المحلات، شوف فندق سيف المجد كيف، وهذه احد الفنادق الجميلة اللي في اليمين، تقريبا نسيت اسمه، وحتى هنا يصلون، ما ادري، ما اعتقد، بس اشوف صفوف المصلين، ما ادري تبع المطعم هذه. هذا النفق اللي يوديك على تحت برج الساعة مباشرة. وهذه السيارات الجولف اللي توديك إلى أعلى المسار اللي فوق. أركب معك. طيب خلاص وصلنا إلى الدائري الثاني. طيب هذه الفنادق اللي في الدائري الثاني، فندق ميعاد المجد، دائري المجد، وهذا جوهرة المجد. شوف الكثافة العددية اللي هنا. وأنا راح أدخل على هذه الأنفاق وأخرج على شارع جياد. وإلى هنا تكون نهاية تغطيتنا لهذا اليوم، أتمنى أنها نالت على استحسانكم ورضاكم. نعدكم بتغطياتنا أفضل في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.